السلام عليكم ورحمة الله. اف اتش دي معكم من خلف الشاشة، وأهلا وسهلا فيكم في تختيم بلاد بورن. ما أدري عاد اللي صار بان معكم في الشاشة ولا لا. المهم إنه خلاص خليها مستورة. طيب عندي لكم خبر سعيد ومفرح، إنه أنا يا طويلين الأعمار أو طويلين الأعمار صحيح، جبت العيد. اوكي، فظاهر انه راح انا اجيب اسوأ قصه في الحياه. عموما اللي عرفنا انه هذا الاخ الطيب هذا الجميل، انه لو جبنا اي شخص هنا بيستقعد له، بيقعد فوق حلقه لين يدفعه. ف ويجلس يعطيني هذه كل شوي. Oh my. Oh no, I understand. يقول لي اوه نجيب، تعال عندي عندي لك شيء زياده. اعطاني هذه، بعدين قال اوه انت تبغى زياده، اوه انت طماع، اوه زي ف اوه انا اوكي. I really do owe you a terrible lot. المهم يقال انه يقال انه غثيث شوي. This is a smashing place. Is everything Yarnum ever? Oh, you are a sick puppy. What? You drink the blood of Arthur Town, and now this. And you talk of beasts. You hunters are the real killers. What? ما اتفقنا على كذا ابدا. ليش كان قاعد يقول؟ ما انتبهت انا من الصدمه. وجهي كان معلق. اوه في ايتم هنا. ما انتبهت. ادري مو وقته بس انه اوه في ايتم. طيب هذا في امل؟ انا اعتقد اعرف شو بسوي. واو 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 واو. اوكي هي الاستراتيجية هتنفع بس انه راح تاخذ وقت. يقول لي موت. الصيادين عديمين الفائدة. واحد وحش أو متوحش تناديني أنا بالمتوحش. إيش دراك أنت؟ ما أنا ما طلبت إني أكون متوحش، عرفت؟ واضح إنه حالته صعبة. أنا ما أدري هل بإمكاني؟ ولا لا يا فهد ما يمديك أبدا. المهم واو واو كيف تحول؟ هذا انا اللي وثقت فيك وجبتك هنا. سوي فيني كذا. طيب هذا ليش طلع من البحث؟ ايش سوى؟ شوف ما يذبحني الوحش الكبير، تجي انت تذبحني. معليش يعني يا ليل ام الليل عند عصب يصير بثر. والله يا يعني جبت مو بالعياد. حتى عياد الكفار جبتها يا رجال. بيست هذا ايش يسوي؟ بيست 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 temporarily boost to transform 50%. قل لي تدعم التحول لزائد 50. اي تحول؟ عموما انا ليش ذبحته الحين؟ لانه في حد قال لي انه ترى اذا ما ذبحته بيذبح ذا بعد. Oh, how did this a beast here? Why?
أنا غلطان. It's my fault. Savaged and eaten everyone, and it's all my fault. Gods, please. أي ما بغلطات غلطتي أنا. قاعد يقول إنه أوه وحش جابوا هنا. اللي شو اسمه الناس ذبحت وأكلت. أكيد إنها غلطتي. أوه أنا آسف. أوه أنا مرة آسف. يعني ما حد عاش معي. يعني في أسوأ من كذا. حتى البنت جبت فيها العيد وخليتها تروح. ما أدري عاد الحين ما لقيناها. ذبحت راحت تحولت ايش صارت هذه فعليا. حتى الان اللي باقي لي اللي هي كانت لابسه زي الغراب بس صار لها تحول حقه غريب. بعد ارجع اقرا ايش قال. المهم انه هو زعل علينا واخذ على خاطره مات هو زعلان. اه طب يا اخي ليش ما يمدينا نتحول زيها يا اخي؟ نتحول زيها. ما عندي؟ تخيل كذا يا اخي، والله لو اضفوها في اللعبه تطلع شيء رهيب. بس مثلا يحطوا لها حدود، لانه اعتقد لو ايش جابني هنا؟ فهد ليش ما تفكر؟ ايش جابك هنا؟ خلصنا المنطقه دي. يحطون لها حدود، يعني مثلا إذا دخلت عند البوس تستخدمه، بس إذا دخلت عند زعيم تستخدمه عشان يصير في تكافؤ. يعني وحش كبير وانت هالصور هذا راح تكبر كذا وتصير عارف كأنه اتاك اون تايتن. لأنه لو الفكرة هذه طبقوها وبعدين حطوا إنه في يمديك تسويها بي في في، يعني تلعب شخص قدام شخص، أعتقد إنه تجيب العيد. يصير مثلا لها متطلبات معينة، ولا شخص مثلا جابها على السريع وواحد لسه ما جابها وواحد ما عارف شو يسويها. المهم انه هي فكرة حلوة بس لازم يصير لها شروط كذا وحدود وتتظبط. بس انه واو. المهم وما يطول الانتظار نكمل قصتنا، نكمل الطريق الجديد هذا. نقول الو، هل من احد هنا في الغابة؟ ولا من أنت؟ ايوه طيب الدم طويل، طيب الدم طويل. هلو هلو اي صح، ما وردتكم التطقيمة حقتي بعد ما ذبحت البنت. اعتقد انه بعد ما ذبحت البنت طلع لي اللبس هذا. كيف؟ شكله حلو. طبعا اصبر خلينا نشيل ده. طبعا ما اخذت الا قطعه التيشيرت والتنوره. شكله حلو بس لو تلاحظون شيء تلاحظون خاص شلون جاي. او لمبه. الو برجر ويرز، برجر وير. اخيرا وصلنا في برجر وير. المهم لو تلاحظون شيء تحس انه شوف جاي خصري كذا يا عمي. ما ينفع كذا، تحس انه لي. المهم من ورا كذا طالع كاني مز. اهلا ايتم، ما شفناك. طلعني مزه. فقلنا نسوي شويه تعديلات كذا، بانه القطع اللي فوق طالع شكلها كويس او عجبتني معنا صح. يلا يطلع كله كذا عارفين، حوسه وكشكش وقطع طايره. قال لا ولسه المكان بيتوسع. انا اسمع صوت حشره. او حشره خلاص يسوى. خلينا ناخذ طريق المنار لنا او بتاع لنا. اوكي في تحت وفي يسار. طيب ليش لا ناخذ يسار. الو طيب هنا في اثنين، في واحد. لا الا اوه انخبز المسكين. واحد راح بقرفه بخياسه. يا مؤخر عندي أطلع. هاي هيا هيا. اوكي
قاعد تسمعنا؟ حد درى عننا؟ هل انفضحنا؟ طيب الباب هذا نفتحه مثلا ولا شورت كات نجي؟ اوه القمر. يب هو متوقع شورت كات نجي بعدين. تدري ايش كبر القمر؟ شايف القمر شو كبير؟ قد القمر بحبكم. طيب راح اسوي لا احد يسوي الغاء اشتراك خلوكم كذا طيبين. الواحد يمسح معاكم يا اخي يعني العقل يتغزل فيكم يا اخي. اصبر شوي خلنا نتفاهم مع المشاهدين. اقول لكم يعني راح نسوي الغاء شو اسمه اشتراك يعني قاعد يتغزل فيكم يعني ايش فيكم؟ حاسين الوضع كذا يعني مش مظبوط؟ لازم اطلع كيوت كذا ووجهي صغير ومسوي قصه وانا احبكم عشان تقولوا واه كيوت احنا نحبه كمان صح؟ صح؟ اعرف لكم انا اعرف لكم اعرف لكم بس انا مطنش ترى انا مطنش انا مطنش عشان شايفين وجهي كذا كبير بعير ايش قاعد تسوي؟ في حد غيره راح يخرب علينا عشان وجهي كبير كذا وعير دقن توحش كذا يعني طفي النور وطالع لكم كذا كاني وات ليش ما خضع وات لحظة انا اتفقنا انك انت مت وات يا للام شلون بقى لك الضربة الصغيرة ذي شلون رخيص تقبره يا عمي اركين ليك الو اركين ليك اركين ليك عادي شنو تساوي اركين دامج ريدكشن اوكي تنقص اركين ضرر الاركين او ضرر الماجيك والاركين تقريبا يقال انه ماجيك لكن انه يقال في اللعبه هذه برضو انه ما في ماجيك ف الاركين ينقص 7% بيوتيفول فيو اعطيها لقطه يا شلون ايه اعطيها كده تا بعدين اعطيها ابلود اسوي لكم شو اسمه تشويق او تيزر ولا ايش اسمه ايش يسمونه انتم عندي انا في عالمي الخاص اسميها تشويقه بالعربي طبعا انا من العاده اقولها تيزر لكن ليه؟ ليه؟ ما اقدر اختار اوكي سلا بعدين نكمل لاس جو يعطيك العافيه اه صح 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 انا نسيت انا نسيت اني انا مخطط اني العب المنطقه هذه مع اضافه كذا جديده ايش اسوي؟ دق الجرس الاحمر هذه شطحه الجرس الاحمر ايش بيسوي؟ بيسمح لي اني وانا قاعد في وسط اللعبه كذا ممكن اروح اغزي يعني اروح اطب في عالم واحد اوكي او يمكن انا في وسط اللعبه القى واحد طب لي في العالم هذا فجتنا البنت هذه اللي تقعد تدق الجرس اللي هي تفتح العالم بين ال اوه ايش ذا الكبير اللي هناك؟ اوه طيب شكلي انا بديت اندم على طول اني سويت الحركه هذه ليه؟ هذه جزئياتي يعني عشان ابغى اضيف شويه متعه وشويه تحدي للمشاهدين بدل ما انا اخلص المنطقه كلها كذا بدون ما اموت وبدون اي حاجه حتى اخش على البوس كذا من قوه الهاي صرت اخلص الحلقه واحده كذا بالمكان مع البوس صحيح اني سويتها مره واحده بس بدل لكم ليه؟ تفصل النت ليه؟ يمكن عشان كذا ما ارسل الصوره اتوقع شيء غريب النت انشغل بنحاول مرة ثانية، برضو أعطانا لوست كونكشن وذكرشنا ف خلاص لازم كنسل يا أخي اللعبة حاسة بوضعي فقاعدة تقول لي يا فهد لا تفشل عمرك يا فهد خل صورتك كذا جميلة خلي الناس كذا تحسب وتعتقد أن أنت شخص خرافي مؤدي برضو طب ما توني دخلت
لا هو هي رساله واضحه، حتى انك ما تلعب اونلاين، عرفت من قوه الكرشه انك انت ما تخش حتى اونلاين، تلعب اوفلاين. ايش المشكله؟ هذا نط كويس شغال، سوي تيست كونكشن. سكسسفول. تايب 2 اوكي، ما احتاج اوديكم شو اسمه سرعه نت المخيسه، بس خلاص كفايه. كله شغال، دان يدخل، دان يالفس. طيب خلاص ما راح اتسمج يا اخي، الواحد ما يعرف يكون كذا على طبيعته معاكم. انا اتسمج ماني بسامج، في فرق. لا تقول يعني ايش اسوي لك اذا انت طبيعتك سامجه. انتبه، ترى ازعل منكم ما عاد خليك تشوف شيء كذا، اسوي لك حظر، خليك عشان تشوف، خش تشوف مقطعي، تسوي شو اسمه خروج من حسابك وبعدين تخش تشوف مقطعي. لا ما راح تسويها عادي، طز صح. طيب نرجع مره ثانيه. بلم اوكي يلا كمل. الوحش الكبير ذا وضع ما يطمن. اهلا اهلا، ليش اصواتكم اصوات كلاب يا عمي؟ واو واو واو، اهدى. ايوه يا عمي، ايش اللي اجد شوي، اجد شوي لو سمحت. هوب اوه. طيب هذه ايش وضعها؟ ركز عليها يا ابوي. يا حبيبي على الدم الطويل. ايش اللي تفلت هذا؟ يا حبيبي والله دم طويل، معليش. باقي لك اربعه، باقي لك اربعه. لا مات؟ اوكي الحين، اوكي مات. ايش قاعد يسوي؟ اوكي. ماشي مصاحب الباب مفتوح؟ الو؟ برضه مش ينفتح من هنا. ياي بروح اخذي واحد. باخذ الايتم. اول غزو نسويه في الحلقه هذه. الو اما اثنين يا ليل ام الليل. يا ما جت. الو طيب شو الوضع؟ يا هذا مع السلاح القيس. او واضح ان النت رخيص. واو وات فطس. غزو ناجح، غزو ناجح. وصلنا ذاك حتى ذاك الدين ادمع صدقني، يعني كان لا باس، يعني ثلاث ضربات كذا طيرت يمكن نص دمه اكثر. ياي اوكي نكمل لين يا حبيبي، بما ان اول مره سلكت معنا ليش لا ما نكمل. انا قاعد اسمع ترى اصوات، بحاول اكتشف من وين الصوت. انت هل انت صاحب الصوت؟ اسكت. يا للأم الليل، يا للأم الليل. يا أخي يا أخي، عشان كذا السلاح هذا أنا نوعا ما أطيقه، علشان كذا لازم واحد زي كذا يقعد يسطر أمه ويوقف مكانه، إنه أوه ما الذي يضربني؟ أوه يا إلهي ما الذي يحدث؟ تقعد تضربه بالسلاح ذا اللي تبغى تستمتع كذا، فان شلون تبغى تعطيه بالأسلحة الجميلة هذه اللي شكلها حلو؟ ما فايدة، بلا فايدة. عشان كذا انا مكمل السلاح هذا ومسلح السلاح ذا نوعا ما عجبني.
وبعدين صحيح نسيت اقول لكم انه قررت قرار ياي واحد ثاني ياي لهالدرجة المكان ذا صعب عشان كذا عالم قاعدة شو اسمه قاعدة تستدعي ناس طبعا اذا انت استدعيت واحد فعلى طول هو يفتح ال ريلي حاش على طول يا لا تعلق علي لا تعلق علي لا تعلق علي لا تعلق كويس ايه فايش بنقول ايه فبما انه القصة هذه جبت فيها العيد فانا قاعد افكر اسوي شخصية جديدة العب فيها من وراكم لكن عاد ما ادري ما ادري ليش قلت لكم اساسا انا اللي يعني ابغى اسوي معاكم كذا حاجة طيبة حاجة جميلة ابغى اسوي معاكم يعني عمل خيري اوكي بانه رت فتحنا شورت كات على طول بس كذا طيب في باقي اماكن ما رحنا بسوي معاكم يعني عمل خيري كذا لانه في الشخصيه الثانيه بسوي عكس الخيارات اللي انا سويتها ونشوف ايش يصير معنا او 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 او, أو انه اخش النت واقرا شل... او اهلا معلش انت اهلا او انه اخش النت هلو دو زياده على الزوم صدق والله احس انه واحد قاعد طلع في النهايه شمعه اي او اني اخش النت واقرا يعني كيف اطلع بالقصه الصحيحه او انه كيف اخذ كل شخصيه بقصتها كذا واخلصها وبكون ايش اسجل لكم يعني السالفه ومتى تقابلها مثلا ومتى تقابل في الشخص الفلاني ايش تسوي معاه وايش تقول له في اي وقت تروح للشخص الفلاني هذا اكيد بيفتح لي الشورت كات نسينا انه ندق الجرس بلام بلام ايوه فلحظة في شيء هناك ما يفتح سالم ريتس اوف سيكريتس في صوت شيء جاي في صوت شيء يتحرك يقول What? What? يا عمي ماجيك واحد ذبحني فيه نفس الماجيك حق البنت المخيسة What? طب سلم طيب امزح تكلم على طول فجر امها في وجهي كذا ولا مداري اوخر زي الحركات هذه يسمونها اركان او تعتمد على الاركان او ليها دخل في الاركان لانه ما زال الاسلحه في الاسلحه لها اركان بس مع ذلك ما تسوي اي ماجيك اوكي بس خلينا نركز انه ناخذ اغراضنا زي كذا اتركها عديم الحراك اما لو احنا اخذناه هذا اللي قاعد يكسر منه طيب نرجع للمخيس اللي ذبحنا اوه واو معي 90,000 تعال يا تعال يا واو الله يعور بعد ياخذ لك الدم الطويل او بنت طب ليش ما نتفاهم طيب؟ انا يعني اوريدي ذابح ناس كثيرة يعني وجايب العيد يعني خلينا نتفاهم خلينا نتفاهم يا بنت الناس
الأخير. طيب. واو. لا 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 فهد لا تستعمل جيب العيد. فهد لا تستعمل جيب العيد. ليه تخليني أذبحك؟ أنا أريدي ذابح بما فيه الكفاية. When the red moon hangs low, the line between man and beast is blurred. And when the great ones descend, a womb will be blessed with a child. هذا اللي اعتقد هذه يقصد قصة البنت اللي فاتتنا، انه يقول لك لما تصير القمر احمر ويصير يعني نازل تحت، فشلون يقول لك الخط بين الناس بين يعني الرجال والوحوش يصير يعني مشوش. اوكي وبعدين يقول لك لما العظماء ينزلون يقول لك رحم راح يصير مبارك بطفل. فالبنت الوحيده اللي احنا سمعنا ونعرف ان هي راح تصير حامل لما يصير القمر احمر هي البنت اللي احنا ذبحناها. فير مونستر hit and run is effective. مش عندك جرسنا قل لي شو اسمه وحش مرعب بعدين اضرب نحاش تفيد. student uniform نشوف شو رأيك. student uniform طلاب وهذا قريب مرة. نه أبطل. ياي القراحات. وأنا قاعد أغير ملابسي. هلاو. هذه معنى هذا متخفي بنفس شكل البنت. ما مات. طيب يس يس فلترقد في سلام. ياي ثاني غزو ناجح. طبعا ما توقعت اني كويسه سلكت معي بس انه كويس يعني. سلكت معي بس انه كويس ويجي مني ما عليك. طيب خلينا الحين نشوف الفير مونستر. سمعت الصوت ولا لسه ما سمعته؟ اوكي نفتح الباب. ما مقفل. ياها الباب هذا عملي الوحيد وانا اروح. اوكي ما هو عملي الوحيد. كي ويتس اهيد بات بي اوير اوف انفكتد وان. اللي في مفتاح ينتظرك لكن انتبه من المصابين يعني بالعدوى. مفتاح اخذناه. باقي الانفكتد وورد. الانفكتد وورد. واحد بس. أو غيرك. اوكي ما شيء كويس. طيب هب امتي فا
فممتاز ممشن. هذا ثاني ماجيك ناف. طبعا هي تستخدم البوليتس، يعني شوفها تستخدم 2 بوليتس، هذه تستخدم 3 طلقتين، هذه 3 طلقات، هذه طلقتين. اوكي اخذ المفتاح. اكيد ما في شيء، بس ما نفوت حاجه. اوكي ما في شيء. معي 10 طلقات بس، ايش صار؟ ايش صار؟ روح شوف طلع. الو؟ قاعد اتكلم. الشايب المهرع. ايش في هناك؟ سبيكبل فاير تايم فور بولت. حددوا طيب سبيكبل فاير ولا تايم فور بولت. يعني لازم استخدم الكهرب، الكهرب مفيد. بس طيب بعدين نطلب من هناك. طيب بما انه الكهرب مفيد نحطه. يا اخي لو طلع مقلب يا ويلك، برجع اذبحك ترى. هلا سكاي becomes our one, therefore you must accept madness. هلا بوس. مش بوس؟ مال انت ايه؟ طيب لا يمديني اكلمه ولا يمديني اسوي شيء. بس مديني اركز عليه. اهلا. يا حبيبي. أو اوكي اختفى. اختفى برضو. طب لا تقعد تجمع لي ذولا يا اخي. برضو جايب معانا شلة. لماذا هذا الساوند تراك؟ افقع افقع. واو واو واو. أو. طيب انا كذا خارج السيطرة. شوي بالله شوي بالله.
Whoa! Ow, 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 ow. Ow, 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 ow. La 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 la. زين. طيب هل تعتقدون انه الوقت المناسب لل بس لا هم قالوا النار ما تأثر عليه كثير. موت 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 موت. لا يا زق لا يا ابن ايش دخلك ايش دخلك يا اخي ايش دخلك وانا منسدح يا اخي ايش دخلك خلاص ما قلنا لمسه يا عمي تستهبل على امي يا امي بقل لمسة لمسة يجي ذاك يسدحني لك اوه تام وشهي لا تسوى ابدا ايه وغبنتي غبنتها حين 100,000 هذه ايش رجعها بالله ايش رجعها بالله علموني يا ها جيدك مبطحين انا صح لا انسى اغراضي وانا اغراضي احد شايف بقعة دم كذا تنور اهلا هذه جديدة هذه هذا وجهه من حديد الظاهر لازم نضربه من هنا اه كان يمديني اوقف انا شو اسمه الاختفاء حقه عقب شوي سويتها وين راح؟ اهلا اسفح افسح 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 الطريق لا 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 حان الوقت لتموت لا 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 ستموت لا ميتال باكيتي ميتال باكيتي في أسوأ من كذا سيناريو في أسوأ من كذا سيناريو يا أرثر
يا اخي خلاص يا اخي بذبحه يا اخي ابغى اذبحه يا اخي. اخر انت بعد ايش قاعد تسوي؟ مئة ألف، مئة ألف بلود إيكوز، فاهمين الوضع هذا؟ مئة ألف بلود إيكوز. تروح على الفاضي علشان ماني بقايل. انا انت بعد. طيب اصبر خلنا ناخذ البلود ايكوز اللي جت من الوحش اللي ذبحناه. الحين القمر صار احمر. الحين الظاهر الدنيا بتتشقلب. مئة ألف، مئة ألف. ذبحته يا جماعة. جولي اثنين يا عمي جنديين كذا يابانيين بانزاي بانزاي ذبحوني وانا دمي اساسا مطر منه الا ثلثة ما ادري ربع وضرب ضربتين ذبحوني. يعني كانت الحلقة جميلة يعني كانت القصة ماشية يعني. Ritual secret be broken, seek the nightmare newborn. سر التعويذة سر التعويذة انكسر وروح ابحث عن الكابوس المولود جديد. ايه يا حظ العثر فيه. وات كده صار يطلعون من تحت الارض. هذه جديده هذه. حتى صوت الدم تغير. يا عمي والله الوضع صاير كذا مزعج صدمان. ايوه واحلى اللمبة. ايش قاعد تسوي؟ واو هذا لو سمح الله راح نضرب معه. وات 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 عموما هذا منين جاب؟ الحين يختفون. طيب اوكي راح توقف هنا نرجع ارجعوا معايا 1447 بعد ما كان معايا 200000 و2000 مدري 20000 من ذبحت البوس ارجع معايا 1400
اوكي من اليوم الصاعد. صح انه ال اوه الاجواء تغيرت عندي، حتى الساوند تراك تغير. واو طيب مستحيل الاجواء، عرفت اللي من جد محسسينك انه الدنيا كذا خراب خلاص منتهي. اسمع صوت سياح. اسمع صوت سياح ولا اغنيه كذا الحزينه. طيب ما علينا، زي ما قلت لكم من الان وصاعد، رغم انه كان هو يعني اكره مخلوق بالنسبه لي هو العنكبوت، الحين زياده يعني اضربوها في 10، اضربوها في 100، اضربوها بال 100,000 اللي ضاعت. اتمنى انكم استمتعتوا. ما ادري حلقه هي قصيره ولا اصبر، قصيره معود قصيره. لا والله 46 دقيقه يعني. لا بس فيها. طيب اتمنى انكم استمتعتوا، نشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه. نكتشف الحين كيف يصير العالم بعد ما صار القمر احمر، وهنا صاير عادي ما ادري شو الوضع. بس خلاص، كونوا بخير وكونوا سعداء وكونوا بسلام. الى هنا كان معكم اف اتش دي من خلف الشاشه.